بسم الله الرحمن الرحيم. صف خامس، نبلش وحدة الرسم الهندسي. عنا أول درس في وحدة الرسم الهندسي أدوات الرسم الهندسي. للرسم الهندسي أدوات تمكننا من تنفيذه على نحو دقيق. هلأ مفهوم الرسم الهندسي. الرسم الهندسي هو الوسيلة الرئيسة للاتصال في العمل الهندسي، وإحدى طرائق التعبير عن الأفكار ونقل المعلومات ووصف الأشكال باستخدام مجموعة من الخطوط التي يتصل بعضها ببعض لتكون شكلا يعبر عن الفكرة المراد توضيحها. لإحنا كيف منعبر عن الشكل اللي بدنا إياه؟ بالرسم. إذن الرسم الهندسي هو الوسيلة الرئيسة للاتصال في العمل الهندسي، وإحدى طرائق التعبير عن الأفكار ونقل المعلومات. هلأ أنا في فكرة براسي، كيف بدي أنقلها؟ عن طريق الرسم، وصف الأشكال باستخدام مجموعة من الخطوط التي يتصل بعضها ببعض لتكون شكلا يعبر عن الفكرة المراد توضيحها. عندنا أشكال وخطوط هندسية. إيش عندنا أشكال وخطوط هندسية؟ مثل المستطيل، المثلث، المربع، الزاوية القائمة، الزاوية الحادة. هدول هم عنا أشكال وخطوط هندسية. عنا خطوط الرسم وكتاباته. ما تعريف خطوط الرسم؟ هي العنصر الأساسي في التفاهم والقراءة ونقل المعلومات بالإضافة إلى الكتابات. إذن خطوط الرسم اللي بنعرفها أو رح نتعرف عليها هي العنصر الأساسي في التفاهم والقراءة ونقل المعلومات بالإضافة إلى الكتابات. عندنا تنقسم خطوط الرسم إلى مجموعات تختلف في نوعها وسمكها، ولكل خط دلالاته واستعمالاته. إذن كل خط من خطوط الرسم له دلالة على إيش بدل ولإيش نستعمله. عنا من أنواع الخطوط في الرسم الهندسي. طبعا هذا الجدول حفظ يا خامس. هلأ نوع الخط، عنا خط الإنشاء. خط الإنشاء القلم اللي بنستخدمه فيه بالرسم، قلم الرسم اللي هو 2H أو 3H. السمك بنقيسه لاحظنا يا خامس انه الخط المخفي خط متقطع. خلصنا انواع الخطوط في الرسم الهندسي، هلأ منا نروح لأدوات الرسم الهندسي. أدوات الرسم الهندسي الجيدة السهلة الاستعمال هي من الضرورات اللازمة لإنجاز الرسوم الهندسية بطريقة صحيحة. إذن هناك أدوات يجب أن أستخدمها لإنجاز الرسوم بطريقة صحيحة وهي سهلة الاستعمال. هناك بعض أدوات الرسم الهندسي، منها أولا طاولة الرسم. تتكون طاولة الرسم من لوحة تثبت عليها ورقة الرسم بأكثر من طريقة، ويكون سطحها مستويا وأملس، ويفضل أن تكون مائلة. لاحظوا انه شكلها يجب ان يكون هكذا. ها هي طاولة الرسم الهندسي. عندنا ثاني أداة من ادوات الرسم، ورق الرسم. ورق الرسم هناك نوعان لورق الرسم. من انواع ورق الرسم، اولا ورق ابيض مصقول. ورق ابيض مصقول ويسمى فيبريانو، يرسم عليه مباشرة. إذن يسمى فيبريانو ويرسم عليه مباشرة، مثل عنا هذا نوع الورق اللي هو فيبريانو. هلأ عنا الورق الشفاف ويستخدم في نقل الرسوم الجاهزة ويسمى ورق الزبدة. إذن الورق الشفاف يستخدم في نقل الرسوم الجاهزة ويسمى ورق الزبدة. ها هو ورق الزبدة. عندنا ثالث نوع من أدوات الرسم، أقلام الرصاص. الأقلام الجيدة تعطي خطوطا
متجانسة ونظيفة، ويستدل على أنواعها عن طريق أحرف وأرقام مكتوبة عليها. يعني بدنا نستدل على القلم الجيد في أنه مكتوب عليه أحرف وأرقام موجودة مكتوبة على القلم نفسه. هاي شايفين هون إني بعرف نوع القلم. عندي من أنواع الأقلام قلم الرصاص المتوسط الليونة، قلم الرصاص المتوسط الليونة، ويستخدم في رسم الخطوط الدكناء، يعني الخطوط الغامقة، مثل قلم الإف والإتش بي. هدول أنواع الأقلام اللي هو قلم الرصاص المتوسط الليونة نستخدمه لرسم الخطوط الداكنة. أيضا عندي قلم الرصاص الأكثر صلابة، هذا الأكثر صلابة يستخدم في بداية الرسم لسهولة إزالته، يعني مش كتير لونه بيطلع غامق، بنستخدمه لسهولة إزالته، مثل منه 3H و6H. عندنا ثالث نوع من أقلام الرصاص قلم الرصاص الأكثر ليونة، بيكون أكثر ليونة ويستخدم في الكتابة والتخطيط، بيستخدموه أكثر إشي في الكتابة والتخطيط، مثل 8B و2B. زي ما لاحظنا هون عندي أنواع الأقلام وكيف خطوطها. يجب تجنب الضغط على القلم في أثناء الرسم. ليش؟ علل. يجب عدم الضغط على القلم في أثناء الرسم حتى لا يترك أثرا يصعب إزالته. إذن حتى لا يترك أثرا يصعب إزالته. سنتحدث الآن عن الممحاة. الممحاة الجيدة والنظيفة تمحو الرسم بسهولة من دون أي كشط أو خدش في الورقة، مثل عنا في الصورة هون صورة ممحاة، ونرى هنا أيضا من الممحات النظيفة. مرونة الممحاة عامل رئيسي في جودتها، يجب أن تكون الممحاة مرنة. سنتحدث الآن عن المسطرة ذات الحرف T. تستخدم هذه المسطرة في رسم خطوط أفقية على ورقة الرسم. تستخدم في رسم خطوط أفقية على ورقة الرسم، إذ توضح على نحو أفقي، توضع في على نحو أفقي على طاولة الرسم، توضع على نحو أفقي على طاولة الرسم، بحيث يكون رأسها على الحافة الجانبية اليسرى لطاولة الرسم. وتستخدم المسطرة أيضا قاعدة ارتكاز لأدوات الرسم المختلفة، وهي ذات مقاسات منها 80 و100 و120 سنتي، ويفضل أن تكون من البلاستيك أو الخشب. انظروا هون كيف، ها هي المسطرة تي توضع على الورقة وعلى حافة الورقة. أيضا عندنا مسطرة القياس، تستعمل لإنشاء المستقيمات، وتستعمل أحيانا لقياس الأطوال إذا كانت مدرجة. إذا مسطرة القياس لماذا تستعمل؟ لإنشاء المستقيمات، وتستعمل أحيانا لقياس الأطوال إذا كانت مدرجة، مثل مسطرة الهندسة. ها هي مسطرة الهندسة تستخدم لقياس الأطوال. هنا أيضا نرى مسطرة بقياسات متعددة. سنكمل يا خامس النقطة السابعة، المثلثات. يفضل أن تكون المثلثات المستخدمة في الرسم الهندسي من البلاستيك، أي مصنوعة من البلاستيك الشفاف، وهي نوعان من أنواع المثلثات. الأول زواياه الداخلية، أن تكون زوايا داخلية 45 درجة، 45 درجة، 90 درجة. ننظر الشكل هذا كيف بيوضح لنا أنه المثلث هذا نوع من أنواع المثلث ذو الزوايا الداخلية. سنتحدث الآن عن الزوايا الداخلية اللي تكون 30 درجة، 60 درجة، 90 درجة.
انظروا هذا الشكل بيبين لنا المثلث ذو الثلاثين في تسعين في ستين درجة. في عندي أشكال هون مثلث كما ترون، هذا هو المثلث ذو الزاوية الداخلية 45-45 في 90 درجة. أيضا سنتحدث عن المثلث ذو الزاوية الداخلية 90 في 60 في 30. أيضا هنا عندنا الأشكال موجودة، أشكال المثلثات، يستعمل هذان المثلثان لرسم الخطوط العمودية والزاوية المذكورة سابقا. إذا نستعمل هذان المثلثين لرسم الخطوط العمودية والزاوية المذكورة سابقا. سنتحدث الآن عن الفرجار. يصنع الفرجار من المعدن كما ترون، يصنع من المعدن ويتألف من جزئين يتصل أحدهما بالآخر بواسطة مفصل يمكن التحكم فيه لتحديد القياس وفتحة الفرجار. ها هو المفصل الذي يمكن أن نتحكم فيه. يوجد في أحد الجزئين بروز مدبب في نهايته، بروز مدبب في نهايته، ويركب في نهاية الجزء الآخر قلم الرصاص أو برية قلم جاهز. تقوم فكرة الفرجار على بقاء أحد طرفيه ثابتا والآخر متحركا مع بقاء المسافة بينهما ثابتة في أثناء الرسم. من استخدامات الفرجار، يستخدم الفرجار في رسم الدوائر والأقواس الدائرية. هكذا نستخدم الفرجار، نثبت ونرسم فيه. سنتحدث الآن عن المنقلة. المنقلة هي أداة تصنع من البلاستيك الشفاف وتستخدم في قياس الزوايا المختلفة ورسمها. إذن المنقلة هي أداة تصنع من البلاستيك الشفاف وتستخدم في قياس الزوايا المختلفة. كما نرى هنا، ها هي منقلة وعليها قياس الزوايا، نستخدمها في قياس الزوايا ورسمها. صف خامس، انتهى الدرس معنا. أرجو حل الأسئلة.